أني نورة من كندا، أجيت هنا قيصري تركيا حتى أسوي عملية قص المعدة. تعرفت على الدكتور عن طريق الفيسبوك وعن طريق جماعة أصدقاء من تركيا نصحوني به، والحمد لله كل شيء صار أوكي. الخدمة مالتهم، الدكتور كل زين، الموظفين، العمال، الحمد لله كل شيء مشى أوكي. How in pain after operation? أول يوم كان شوية صعب علي من دا أروح، بس من ثاني يوم أنا أوكي. Was it hard, the difficult operation? Just the first day, my stomach the first day. Mm-hmm. أول يوم وهذا هو. وراها everything okay. من ثاني يوم I'm okay. Okay, thank you very much. Thank you, doctor. See you soon. Thank you very much.